تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية، سنقوم بحله معا. النص، نقرأ النص. في يوم من الأيام كانت بطة تحضن بيضها، فلما فقص خرج منه فرخ أكبر حجما من إخوته، فهجروه وتركوه وحيدا. حزن الفرخ الكبير وقرر أن يرحل بعيدا عنهم. وأثناء رحلته عثر على غدير عدب وفيه طعام وفير، فأقام بجانبه. لكن عندما حل الشتاء وسقطت الثلوج بكثرة، تجمد الماء ولم يجد الفرخ ما يأكله. وذات يوم مرت عجوز طيبة فأنقذته وأخذته معها إلى بيتها، وهكذا عاش الفرخ الكبير سعيدا مسرورا عندها. إذا نشرح النص. في يوم من الأيام كانت بطة تحضن بيضها، إذا كانت بطة لديها بيض تحضنه، فلما فقص البيض خرج منه فراخ إلا واحد كان أكبر حجما من إخوته. ماذا فعلوا إخوة الصغار؟ هجروه وتركوه وحيدا، ذهبوا وتركوا الفرخ الكبير وحيدا. حزن الفرخ الكبير وقرر أن يرحل بعيدا، قرر أن يذهب بعيدا عنهم. وأثناء رحلته لما ذهب بعيدا عثر على غدير عدب وفيه طعام وفير، إذا عثر على غدير بحيرة فيها ماء، وكذلك وجد طعام وفير، فأقام بجانبه، بقي أمام الغدير. لكن عندما حل الشتاء وسقطت الثلوج بكثرة، لما جاء فصل الشتاء وتساقطت الأمطار والثلوج، تجمد الماء ولم يجد الفرخ ما يأكله، تجمد الماء ولم يبقى هناك لا ماء ولا غذاء يأكله. وذات يوم، أحد الأيام، مرت عجوز طيبة، امرأة كبيرة عجوز، فأنقذته وأخذته معها إلى بيته، أخذت الفرخ الكبير إلى بيته، إلى البيت معها. وهكذا عاش الفرخ الكبير سعيدا مسرورا عنده. الفرخ الكبير عاش مع، بقي مع الامرأة العجوز الطيبة في بيتها، وعاش مسرورا سعيدا. إذا ننتقل إلى الأسئلة. أسئلة الفهم، أسئلة الفهم كلها متعلقة بالنص، إذا نقرأ ونبحث في النص. اختر العنوان المناسب للنص، إذا النص يتحدث عن الفخ الكبير الذي تركوه إخوته. ماذا فعل الفخ الكبير؟ قرر الرحيل بعيدا، فوجد بحر، فوجد غدير فيه طعام، بعد ذلك تجمد الماء وأنقذته الإمرأة العجوز وعاش سعيدا معها. إذا النص يتحدث، أحسنتم، عن الفرخ الكبير. إذا عنوان النص الفرخ الكبير. الفرخ الكبير. سؤال ثاني، لماذا رحل البط الصغير بعيدا عن أخيه؟ إذا لماذا رحل البط الصغير بعيدا عن أخيه؟ لماذا ترك البط الصغير أخيه؟ نبحث في النص. في يوم من الأيام كانت بطة تحضن بيضها، فلما فقص خرج منه فرخ أكبر حجما من إخوته، فهجروه وتركوه. إذا الإخوة رحلوا وتركوا أخيهم. لماذا رحلوا وتركوه؟ أحسنتم، لأنه كان أكبر حجما. إذا تركوه لأن أخيهم كان أكبر حجما. لماذا؟ لأن أخيهم كان أكبر حجما. لما رأوه أكبر حجما ذهبوا وتركوه. نواصل. أكمل من النص، لأن لدينا وجد معناها قليل ضده. وجد، نبحث معناها في النص، نعيد قراءة النص ونبحث عن معنى وجد. في يوم من الأيام كانت بطة تحضن بيضها، فلما فقص خرج منه فرخ أكبر حجما من إخوته، فهجروه وتركوه وحيدا. حزن، ليست وجد، حزن الفرخ الكبير وقرر أن يرحل بعيدا عنهم. وأثناء رحلته عثر على غدير، عثر على غدير معناه وجد غدير، إذا عثر وجد، أحسنتم، معناها عثر. دائما من النص، وجد معناها عثر.
قليلا ضدها كثيرا، نبحث عن كثير او مفردة تشبه كثير. نواصل. حزن الفرخ الكبير وقرر ان يرحل بعيدا عنهم، واثناء رحلته عثر على غدير عدم وفيه طعام وفيرا. طعام وفيرا معنى طعام كثيرا، اذا قليل ضدها احسنتم وفيرا معنى كثير. وجد ضدها معناها عثر، قليل ضدها وفيرا. نواصل. رابعا اشطب الجواب الخاطئ، الجواب الخاطئ اشطب. إخوة الفرخ الكبير هل هم طيبون ومتواضعون أم هم أنانيون وحاقدون؟ إخوة تركوه فهجروه وتركوه وحيدا، إذن هذا التصرف سيء. إذن إخوة الفرخ الكبير، الفرخ الكبير هل هم طيبون أم أنانيون؟ أحسنتم أنانيون. إذن أشطب الجواب الخاطئ، هو الجواب الخاطئ. إخوة الفرخ الكبير أنانيون وحاقدون، أنهم هجروا أخوهم. نهاية القصة حزينة ومؤلمة أم قصة تنتهي هي نهايتها سعيدة؟ في النص عاش الفرخ الكبير سعيدا مسرورا مع الإمرأة العجوز، إذا نهاية القصة سعيدة، حزينة خطأ. نراجع. عنوان النص هو الفرخ الكبير. لماذا رحل البطسري بعيدا عن أخيهم؟ لأن أخيهم كان أكبر حجما، لما رأوه أكبر حجما رحلوا وتركوه. وجد معناها عثر، قليل ضدها وفير. إخوة الفرخ الكبير أنانيون وحاقدون، نهاية القصة سعيدة. نواصل. استخرج من النص اسما مذكرا، اسما مؤنثا، فعلا ماضي وفعلا مضارع. إذن اسم مذكر، نبحث من النص اسم مذكر. في يوم من الأيام كانت بطة، اسم مذكر، تحضن بيضها، فلما فقص خرج منه فرخ، اسم مذكر، أكبر حجما من إخوته فهجروه وتركوه وحيدا. حزن الفرخ الكبير، إذن فرخ اسم مذكر، الكبير اسم مذكر، نكتب فرخ اسم مذكر فرخ. مطلوب اسم مؤنث، نبحث عن اسم مؤنث. في يوم من الأيام كانت بطة، بطة اسم مؤنث، نكتبها بطة اسم مؤنث. واصل. فعلا ماضي دائما من النص، استخرج من النص. في يوم من الأيام كانت بطة تحضن، ليس فعلا ماضي، بيضها، فلما فقص، لما فقص خرج منه، خرج، إذا وجدنا فقص فعل ماضي، خرج فعل، أنا خرجت، أنت خرجت، هو فقص، هي فقصت، إذا فقص خرج فعل ماضي، نأخذ خرج. فعلا مضارعا. في يوم من الأيام كانت بطة تحضن، تحضن فعل مضارع، هي تحضن، هو يحضن، إذن يحضن فعل مضارع، اكتب تحضن فعل مضارع. نراجع. لدينا اسم مذكر فرخ، اسم مؤنث بطة، فعل ماضي خرج أكل ذهب، فعل مضارع تحضن يلعب تدرس ترسم، كلها أفعال مضارع. نواصل.
املأ الفراغ الذين التي إلا لم يمر بالغدير العجوز. لم يمر بالغدير أحسنتم إلا العجوز. إلا العجوز، عجوز امرأة أنقذت الفرخة. أحسنتم التي أنقذت الفرخة. لم تمر بالغدير إلا العجوز التي أنقذت الفرخة بعدما تركه إخوته كانوا. أحسن إخوته الذين كانوا. الذين كانوا يعيشون معه. نرجع. لم يمر بالغدير إلا العجوز التي أنقذت الفرخة بعدما تركه إخوته الذين كانوا يعيشون معه. وضعية إدماجية. رتب الجمل التالية لتحصل على قصة ثم اكتبها. إذا نرتب 1 2 3 4 5 ثم نكتب القصة. نقرأ الجمل. قرر في يوم من الأيام أن يذهب بهم إلى الغابة ويتركهم، وخوفا من أن يموتوا بالجوع. يحكى في قديم الزمان أن حطابا فقيرا لم يكن يملك ما يطعم به أولاده. ضاع الأطفال في الغابة، وفجأة وجدوا كنزا وعادوا به إلى المنزل. فرح الأب كثيرا وشكر الله على ذلك. إذا القصة دائما تبدأ، أحسنتم، يحكى في قديم الزمان أن حطابا فقيرا لم يكن يملك ما يطعم به أولاده. نواصل. أحسنتم. وخوفا من أن يموت بالجوع، خوفا من أن يموت بالجوع، ماذا فعل الحطاب؟ قرر في يوم من الأيام أن يذهب بهم إلى الغابة ويتركهم. 3. ضاع الأطفال في الغابة، وفجأة وجدوا كنزا وعادوا به إلى المنزل. وجدوا كنزا في الغابة. الأب، ففرح الأب كثيرا وشكر الله على ذلك. 5. إذا رتبنا القصة، نعيد قراءتها. يحكى في قديم الزمان أن حطابا فقيرا لم يكن يملك ما يطعم به أولاده، لم يكن لديه ما يطعم به أولاده. وخوفا من أن يموت بالجوع، أولاده يموت بالجوع، ماذا فعل؟ قرر في يوم من الأيام أن يذهب بهم إلى الغابة ويتركهم، تركهم في الغابة لوحدهم. دعا الأطفال في الغابة، وفجأة وجدوا كنزا وعادوا به إلى المنزل، وجدوا كنزا في الغابة وعادوا به إلى البيت عند أبيهم. فرح الأب كثيرا وشكر الله على ذلك. تعيدون كتابة القصة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.